في التاريخ لسه بقول لحضراتكم يعني ده منهور يعني عملت اجابه واتي على طول عماد متعب رجلي عارفه المرمى رجليه عارفه المرمى نشوف الماتش الكره اللي فاتت دي يبقى في الدقيقه يعني 82 في الدقيقه 37 بصوا هنشوف بقى عماد متعب في الدقيقه 37 من زمن الشوط الثاني يحط هدف الترجيح لنادي الاهلي هتلعبت الكوره وادي تريزيجيه يلعبها على طول لعماد متعب اذا تريزيجيه فعلا هو كلمه سر بصوا على طول لعبها وعماد متعب ما صدق لقى الجول قدامه ورجليه ما بتخيبش خيبت في ضرب الجزاء عوامل زمن بقى